مشاهدينا، مركز سرطان الأطفال بينظم طيلة شهر شباط حملة لجمع التبرعات لأي طفل أو طفلة مصابة بمرض السرطان. لنعرف أكثر عن هالحملة بنستقبل معنا المنسق التنفيذي لجمع التبرعات بمركز سرطان الأطفال السيد علي جعفر. أهلا وسهلا فيك. مصور سعيد جعفر، أهلا وسهلا فيك. أهلين مصور. بدنا نحكي عن المركز اليوم وعن أهم الأمور اللي عم تقوموا فيها. المركز السنة عم يحتفل بعيده 15. مظبوط. يريد تحكينا عن أهم الإنجازات يلي قمتوا فيها خلال هال15 سنة. يعني المركز صار له مثل ما حضرتك تفضلتي 15 سنة. صرنا معالجين لليوم حوالي 1300 طفل. عندنا نسبة شفاء بتوصل لل 80% وال 90% لللوكيميا. ولحديت اليوم بعدنا عم نجرب اكثر واكثر. 90% لل 90 لللوكيميا. ليه بس فينا نعرف ليه؟ اللوكيميا يوجوالي بيقدر الولد بيبين على الولد بيبين على الولد بعمر ابكر. سو بيقدر نسبه الشفاء منه 90%. تمام. و 80% اللي قلناها هي للجنرال كانسر. نعم. بالمركز نعم في عندنا نشاطات عديده طوال 15 سنه تنقدر نجمع بالسنه بجت توصل ل 15 مليون دولار. الميزانيه هيدي كبيره. الولد بكلف 55000 دولار اون افريج بالسنه. يعني هيدا رقم كبير مش صغير، اذا مش اكثر. في بعض الحالات بتستلزم اوقات 100000 دولار. مزبوط كرمال هيك قلنا اون افريج. يعني اليوم اليوم هالاصابه بمرض السرطان عم تكون بتزايد، يعني عم نشهد حالات كثير عم تكون موجوده وللاسف خاصه كتير عند الاولاد الصغار. عم نشوف حالات كثير. البيئه يعني العوامل الخارجيه المناخيه. مزبوط ما كثير بيساعد يعني. بس نحن وجودنا بمركز سرطان الاطفال هو نقدر نساعد هالولاد اللي ما عندهم حدا يقدر يساعدهم. أنا بحب نوه كمان إنه المركز بيعالج الأولاد المصابين بالسرطان من غير أي كلفة على الأهل بالمرة، وهو مركز إقليمي صار له مثل ما أنتوا قلتوا 15 سنة. بنحكي عن الحملة اللي عاملينا السنة بشهر شباط من خلال الـ SMS، يا ريت تحكينا عنها. حملة الـ SMS هي بتنعمل مرتين بالسنة. هالسنة مبلشة بواحد شباط بتخلص بواحد أدار. الهدف منها عادة إنه نقدر نجمع علاج ولدين بهذه الحملة بالذات. والحمد لله عم نوصل لهذا الهدف تقريبا. هون بدنا هيك نوضح للمشاهدين، اوقات هيك بيستلشق المتصل انه الدولار واحد شو رح يعمل هون، قد ايه بيقدر يعمل فرق كتير. الدولار كثير. وهيدا اللي قلناه انه عم نقدر نشفي ولدين، عم نقدر ندفع علاج ولدين، لانه دولار بيجمع المبلغ وبيصير 100%. وهو هين يعني انت قاعده بالبيت بالسياره بعجقة السير بالمطعم بالسينما قبل ما تفوتي على السينما قد ايه بتاخذ كم ثانيه معه؟ ما ولا شيء يعني ثواني اكزاكتلي. خلينا نشوف علي فيديو عن الحمله وبنرجع نتابع الحديث معك. شو حلو الحياه تمشيها سوا والرجاء بعتوا SMS على 11:05 تتبرعوا بدولار واحد لمركز سرطان الأطفال وتنقذوا حياتهم. الوقت ما بينطر، بعتوا أكثر من SMS. يعني بعتقد بس نشوف المرض موجود عند أي طفل أو طفلة بعتقد يعني بيستحقوا وبيستاهلوا يمكن ياخذوا مش دقيقة، أكثر من دقيقة من وقتنا كمان لنقدر قد ما فينا نتبرع لهم. مظبوط. ونتمنى لهم أكيد بالشفاء. على إضافة للنشاط يلي عاملينه بشباط من خلال SMS، في كمان حملة شهرية هي امنح الأمل. مظبوط. يا ريت كمان تخبرنا عنها. امنح الأمل هي حملة بتنعمل كل يعني طوال السنة. هو أي حدا بيقدر يشترك كمتبرع شهري لمركز سرطان الأطفال بحيالله مبلغ هو بحس أنه قادر يكون عم يتبرع فيه للمركز. ممكن يكون فينا نحن نسهل له هيدا المهمة أنه يكون عم يتبرع أونلاين أو بيكون عم يتبرع من الـ OMT أو نبعث له أرامكس على الـ
مسهلين له يعني. بالضبط، يكون عم نسهل له اياها باكثر طريقه ممكنه. وهيدا البرنامج كثير بيساعدنا، عشان بيساعدنا انه نقدر نعمل فوركاست باخر السنه. يعني هينا بنكون عارفين انه اكس اماونت عم بيكون عم بفوت بهيدا الشهر من هيدول العالم، بيكون عم يساعدنا كثير قد ايه فينا ناخذ اكثر وقد ايه فينا نكون عم نستوعب اكثر. فامنح الامل، برنامج كثير مهم عنا، ويعني انا بدع العالم اللي بيكون قادر انه يكون عم يشيل مبلغ معين بالشهر. كمان برجع بقول كبير صغير بيرجع للشخص، بس بيعمل كثير فرق. المركز صار المركز يلي حضرتكم عم تشتغلوا فيه هو لمعالجه الاطفال المصابين بمرض السرطان، يعني الاعمار قد ايه عم نحكي؟ لاي عمر بتضلوا عم بتعالجوا؟ المركز بيعالج من عمر نهار واحد ل 18 سنه. نسبه الشفاء قد ايه عم بتكون هيك لنكون واضحين؟ نسبه الشفاء للسرطان ان جنرال 80%، وللوكيميا بتوصل ل 90%. وصرنا معالجين لليوم حوالي 1330 ولد. وكل سنة بيكون عنا 300 ولد عم يتعالجوا، وكل سنة بناخد 100 ولد جديد تنقدر نعالجهم. هل في طرق أخرى للتبرع غير يلي ذكرتها مسالي؟ إيه أكيد. أول شيء بدي أرجع أشدد على حملة الأسماس اللي عملينا على 11.05. بتمنى من كل واحد هلا عم يحضرنا أنه كتير سهل يمسك التليفون ويتبرع. الشغلة الثانية ممكن يكون عم يتبرعوا through الويب سايت اللي هو www.cccl.org.lb. في يكونوا through حيلا فرع OMT يتوجهوا عليه ويتبرعوا. ممكن يكون عم يحكونا تنبعت لهم أرامكس يتبرعوا، ممكن يتوجهوا لعنا على المركز بكليمانسو بالحمرة بمستشفى الجامعة الأمريكية تيكونوا عم يعملوا التبرع عنا بالمكتب. أستاذ علي جعفر، نحن متشكر وجودك معنا، وأكيد هالعمل السامي والإنساني اللي عم بتقوموا فيه كمان يعطيكم ألف عافية. ونطلب من الجميع أنه يتبرع لو بدولار مثل ما ذكرنا، لأنه دولار ودولار بيعملوا فرق كتير كبير، وبالنهاية عم بيساهموا أنه يمنحوا أمل لهالطفل أو الطفلة بالعلاج والشفاء. وإن شاء الله أكيد هالمرض يبعدوا عن الجميع يا رب. إن شاء الله. وأنا كمان بدي أرجع أطلب من العالم على 11.05 يبعثوا الأسماس، وفيهم يعملوا شيء كتير مهضون، ياخذوا سناب شوت عن التبرع وشارت وذ اس على كل السوشيال ميديا تبعولنا اللي نحن فيري اكتف، وبيكونوا هيك عم بشجعوا غيرهم انه يكونوا عم يتبرع. انتوا اكتف على كيفه القصيده. تسلمي. سو على 11.05 مره ثانيه. ثانك يو فيري ماتش. شكرا لكم، كل التوفيق. مشاهدينا بريك صغير وبنرجع نتابع معكم.